هلأ جايين نقول أنه قرار تلفزيون لبنان مصادر والإذاعة اللبنانية مصادر. مصادر من قبل مين؟ مصادر من قبل الحكم. وفي صحفيين بداخل تلفزيون لبنان عم ينضغط عليهم من شان ما ينزلوا ولا تقرير عن المظاهرة. هيدا التلفزيون ملك الناس وملك الشعب، ونحن جايين نقول أنه بدنا نطلع من هون لايف من تلفزيون لبنان لنقول هيدا التلفزيون للناس، والصحفي اللي بتلفزيون لبنان وبالاذاعه اللبنانيه حرين يعملوا تقارير. هيدا التلفزيون ملك الشعب وللشعب، وما رح نتخلى عنه وما رح نخليهم يصادروا له قراره. منشان هيك نحن جينا نعمل وقفه اعتصام هون قبل ما ننزل على ساحه الشهداء. اليوم الوكاله الوطنيه للاعلام، وحطوا شخص كمان معروف ميوله سياسيه، يعني اليوم نحن صرنا مصادرين كليا من قبل هيدي السلطة. ممكن هذا الاعتصام، هيدا التظاهرة، المباراة، ما بعرف شو بدنا نسميها، تتحول ل يعني تبقوا بالتي في، ما تقبلوا تطلعوا، في مطالب عيني، في اشخاص بدكم تشوفوهم. نحتل التلفي، نحن جايين، نحن مواطنين، نحن من الشعب، جايين نقول انه تلفزيون لبنان هو تلفزيوننا، لازم هو اكثر مؤسسه تكون موجوده بين الشعب. في سلطه محتله تلفزيون لبنان يا جماعه، عيب أنجو. عيب لما 2 مليون لبناني. شو اللي متوقعينه من هذا التحرك؟ شو الرساله اللي انت كمان بدك توصليها؟ نحن عم نجرب نضوي على كل الاشياء يلي عن جد مش معقول تلفزيون الدوله، تلفزيون ما عم بيغطي اهم شيء عم بيصير بهذا البلد. في مليونين شخص نزلوا عم يعترضوا، عم بيقولوا انه خلص بدنا نوقف ضد هيدي السلطه الحاكمه. تلفزيون تابع لنا، تلفزيون هيدا الشعب، ما عم يقدر يعمل ولا تقرير يغطي. حنبلش من التلفزيون، حنروح على كل المؤسسات، كل بدها تجرب قد ما فيها انه توصل نوصل هيدي الكلمه من هون. في معنى لو ما بدك تطلع انت معنا بليز. ندى الزميله، زميله ندى الصليبه اللي عم بيصير بتلفزيون بلبنان، انت موافقه؟ ما رح احكي، اسمح لي ما احكي. نحن بس انا اللي كان بدنا وتمنينا فيه باتصال مع مكتب وزير الاعلام انه ما نكون غايبين عن الحدث. نحن كاعلاميين ومهنيتنا بتقضي انه نكون عم نغطي الحدث اللي عم بيصير بغض النظر اذا نحن مع ولا ضد. هيدي الجرأة اللي نحن بحاجة لها، لأنه الضغط ما بيصير تلفزيون. هيدا تلفزيون الوطن اللبناني عم بيصير في حدث تاريخي بالبلد، كل العالم عم يحكي فيه. تلفزيون وطني ممنوع يحكي فيه، إذا حدا بده يفوت يعمل مقابلة ممنوع، اسمه لازم اسمه يكون عند الوزير وموافق عليه. نحن لبنانية، هيدا التلفزيون دافعينه من ضرائبنا. انتوا عارفين انه نحن منعنا اليوم نطلع على تلفزيون لبنان، نحن ممنوعين. لحظة، بدي اسألك، هل صار في تعميم؟ لا، وانا اصلا انتوا هلا استدرجتوني تحكي وانا مش مطلوب انا احكي، في حدا مسؤول لازم يحكي بالتلفزيون. يعني بتمنى عليكم ما تخلوني انا هنا تلفزيون لبنان يا شباب، هنا تلفزيون لبنان، صوت الشعب، انا صوت الشعب. تيكون واضح انا الكلام اللي قلته، نحن كان تمنينا وتواصلنا مع مكتب الوزير كرمال تنغطي الاحداث اللي عم بتصير.